call me a god. You call me a god. اهلا وسهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد. هذا الفيديو راح يكون للسيطرة. نحاول ان نسيطر على مصانع جديدة. المشكلة صراحة انه قبل شوية سيطرت يعني على مكان جديد او خلص مهمة استحواذ جديدة وكأنه فيها جلتش اللعبة، فما اعرف هذاك الفيديو ما بنزله، بس ما خذيت اي حاجة، ما طورت اي شيء، فما بيكون في هناك اي مشكلة. ننتظر الدقيقة هذه تمر ونبدأ مهمة استحواذ جديدة. ببدأ بالكوب، انا اريد ابدأ بالكوب، بس ما اعرف ايش المشكلة اللي صارت معي. يمكن كان عشان اني كنت عندي مواد او ما عندي مكان اخزن فيه، يمكن عشان كذا صارت لي المشكلة. هذا يحتاجنا تقديم. نشوف. ننتظر دقيقة الباقية 30 ثانية. بقيتنا 30 ثانية ومن ثم تبدأ مهمة الاستحواذ. بنبدأ مرة ثانية مهمة استحواذ كوب. أول شيء بسوي كوب، والثانية بسويها الأونلاين. How's that bit of business progressing? وين عملية التوصيل هذا؟ تبقى 10 ثواني. نشوف الماب وننتظر 10 ثواني ونختار الكو اب مباشرة. نشوف الكو اب وين بيكون. للأسف المرة الماضية كان في مكان بعيد وما عطونا هالمهام للاين، وهذا الكو اب نفس المكان وأنا من ضمن المنضمين. للأسف المرة الماضية ما أعطوني إياها، ما أعرف ليش. هل هي مشكلة؟ تتبع أريد أوصل. ننتقل هنا. أتوقع الحاجة الوحيدة مشكلة إنها دخلت في البحر و ما اريد ادخل اللعبة واشعاراتها. تم الانضمام، اعرف انه تم الانضمام. المشكلة ما هنا، المشكلة ان قبل شوية كان عندي عندي قنابل زينة. انتقال سريع. قبل شوية وصلت في الوقت المناسب، شليت كل الموارد، بس ما اعرف وين راحت الموارد او المهمة يعني صار لها جلتش. فالحين بنسوي مرة ثانية، ما في حاجة يعني نقدر نسويها غير انه نقرب مرة ثانية. الجلتشات اكيد موجودة في اللعبة. طبعا هذه مهمة الاستحواذ، تخلصها كو اوب مع اصدقائك، تخلصها مع اشخاص ثانيين موجودين اونلاين، تاخذها بعد 4 دقائق. انا من المنضمين، بس ما في، بس راح اقترب من اللحظة هذا. خلاص الكركديه تحتاج منه. في 500 متر هذا. فإذا ما شليت أي حاجة أتوقع أموري طيبة، بس
أكيد مشاكل الوحيدة بتكون مع الكو مع الجلتشات صراحة. قبل شوية كانت حرب قوية وسيطرت يعني، وبعد ما دخلوا 2 كوب سيطرنا عليهم، كان أقل دامج. لما كنت وحدي أول شخص واصل كانت أصعب، بس بعدين بعدين اللي صار اني هزمناهم، شلينا اللوت من الارض او اللي تساقط يعني منهم، لكن بدون فايدة، ما تسجل عندي اني شليت او ايش بالضبط، ما متأكد. بس والله استحواذ معادي كان الافضل اني اسوي استحواذ معادي، دام انه ما كثير الناس اللي داخل يشوف هنا، ما حد داخل هنا، شخص واحد هنا، بعد شخصين يتنافسوا شخص واحد، فهذه كانت متاحة. بس اريد اجرب الكوب اول، وبعدين اجرب الثانية. بس يبدو ان اللعبة فيها مشكلة كانت، الحين ننتظر الوقت بس دقيقة ونص، وبعدين نشوف، نحاول ان نهزمهم بسرعة، وبعدها اتمنى انه ما يصير نجلتش ثاني. تعطينا بف نرفع هذه مرة ثانية نسويها. ما بيكون لاست ميل، بس باقي دقيقة، باقي دقيقة، عسى ان حد يجي معانا. لحد الحين نوبر كيمر وحده اللي داخل في هذه الحرب. السرقة الاسطورية الماضية فشلت، اذا هذه فشلت فيعني انه في مشكلة في ليفلي مثلا، انه ما المفروض يكون مسموح لي او شيء، بس ما اتوقع هذا الشيء. اذا هذه فشلت بنزل الفيديو انا واي، ما بحذفه نفس الفيديو الماضي، وبنروح لفيديو ثاني اللي هو فيديو الاونلاين، ونشوف يعني ايش المشكلة. لأن المفروض هذه بتكون الثالثة اللي الحين أنا معاهم، المفروض إنها تكون الثالثة. هي كانت في نفس المكان ظهرت، ما أعرف. مشكلة انهم بيروحوا في البحر، نص البحر. لحد الحين وحدي، شو بتكون اصعب هالمرة لاني وحدي. البحر يرتفع، شوف جاي مرة بتدمرني، إلا إذا قدرت تهرب. كيف دمج؟ سيبهم ولا سيبهم؟
دامج، الرياح ضدنا، الأمراض ضدنا، المرة الماضية تكنسلت بسبب اني ما خلصت في الوقت المناسب، بس ما اعرف يعني مشكلة الأمواج صعبة، الأمواج صعبة باقي 6 دقائق اتوقع الوقت هي المرة الثانية. هذه المرة الثانية نحاول نهرب. خلصناها بنفسنا سولو، بس ما اعرف اذا الثمان، ما اعرف اذا الثمان دقائق كثيرة صراحة، خصوصا ان الامواج عالية 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 و... رياح وبعيدين تقريبا 3400. اتوقع يمدينا، اذا يمدينا اتوقع طول الوقت انطلقنا بسرعة والرياح ما واجد مشكلتنا، بس كأنه اعصار. شوف تحرك الموج سريع سريع، تو بيوصل للامام خلاص، يعني ما طبيعي صراحة، ما طبيعي. المفروض 12 دقيقة يعطوني، بس اتوقع اني اقدر اوصل ان شاء الله، ان شاء الله اقدر اوصل بعد وقت الرياح الحين.
امورها طيبة. نزيد شوية اكل ونشوف سالفة وين نحمل الاتجاه. ان شاء الله يمدينا، ان شاء الله يمدينا ونوصل العملية. المرة الماضية اتوقع اني غلطنا في الوقت، هالمرة ان شاء الله الوقت مصلحتنا. خليهم هالسفن لانه نريد نسفن السفن. نكنترول التوربيدات اوكي. 6 دقائق 1500 متر اظني. خلاص استحوذنا على الارض الثانية او القطعة الثانية او ايش اسميها، المصنع الثاني. وما اعرف الجلتش اللي صار قبل، بس اتوقع انه يكون الوقت ما كفاني. اتوقع مع انه كنت مع شخصين داخلين اقاربهم، وهذه المرة بروحي الا اني خلصت هالسولة. بس حاليا عندي مهمة اني اسيطر على المكان الثاني. اذا نقوم بعملية تسليم من القطع اللي خذيتها قبل شوية من البحر، ويعطونا المصنع الثاني. هكذا تخلص الكوب. اوكي ايوه خلصت عملية السرقة الاسطورية، ويكون عندنا محل اتوقع ثاني او مصنع ثاني. شيغافو 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 وين هالشيغافو هذا. نسوي تمويل 600. فالحين عندنا هنا نصنع. نقدر نطور؟ لا 200 تطوير. اوكي المخزن شكله تطوره مرة واحدة. الحين عندنا هذه وعندنا هذه بعاد عن بعض، مشكلة. عشان كذا انك تخلص الاونلاين افضل. تخلص مهام الاونلاين يعني افضل، لان تقدر تختار بالضبط. انه كانت في وحدة هنا طالعة وما حد رايح لها. خلصنا هذه المهمة، المهمة الجاية بنخلصها اونلاين، ما بنخلص الكوب، مع انه الكوب يتيح لك يعني الفرصة بسهولة. بس بنخلص الكوب ونشوف وش نقدر نسيطر المرة الجاية. هذا نهاية الفيديو، أتمنى أنه عجبكم، أتمنى أنكم تضغطوا سبسكرايب إذا حبيتوا محتوى للقناة. إذا في هناك أي انتقادات أو الحاجات يعني تكتب لي في الكومنت الحاجة اللي عجبتك أو الحاجة اللي ما عجبتك، وتنشر لأصحابك. تضغط زر اللايك ونلقاكم في فيديو آخر، والسلام عليكم.